انحل السيد وزير الثقافة لتشكيل موقع الأثري لكسوس مرفوقا بوفد عام بحضور عامل إقليم العرائش التدشين الرسمي الموقع الأثري لكسوس موقع معهد الحضارات القديمة الوفد يتشكل من طبعا مسؤولين وزير أو وزير الثقافة سيد محمد العرج مرفوق بوفد يتشكل من أعضاء كذلك مسؤولين ممثلين من وزارة الثقافة بالإضافة إلى برلماني الإقليم عامل إقليم العرائش المنتخبين كذلك المجتمع المدني حاضر التدشين الرسمي للموقع الأثري لكسوس محافظة لكسوس المحافظة التدشين يعني بعد تصميم التهيئة الذي كان قد وضع في 2010 والآن افتتاح الرسمي في 2009 بعد 10 سنوات بعد تصميم التهيئة الذي كان قد أنجز الآن يتم التدشين الرسمي الموقع الأثري لكسوس وغادي نزوروا الآن الحي الصناعي في البداية سيتم زيارة الحي الصناعي في البداية هو هذا أهلا قال ريمونة وكلا عليك إذن الحي الصناعي في البداية هو الوفد الذي حل من مكون من وزير الثقافة مسؤولي وزارة الثقافة بالإضافة إلى سيد عامل الإقليم مرفوقا برؤساء المصالح وكذلك برلمان الإقليم منتخبين مؤسسة المجتمع المدني حاضرة في حفل الافتتاح هذا بعد المعطيات المهمة هي الطريقة ديال الصيد بطبيعة الحال الصنانير كاين هادو كنسميوهم هادو هما باش يصحوا الشباك ديالهم بطبيعة الحال كاين طريقة أخرى اللي مادام مستعملة حتى الساعة الأخيرة كيسموها مضربة مضربة اللي كتسمح باش يصيدوا ديك الأسماك خصوصا الأسماك ديال الطيونة لأنها كبيرة ولا تما كتكون تقريبا Thank you.
مجال ديال الطوب ديال البحر الاسود وكتمر عبر مضيق جبل طارق وهذه الفتره ديال الاستياد ديالها تحسن من الناس. اسمح لي. ندش انا وزير الثقافه السيد محمد العرج موقع الاثري لكسوس بعد بزياره اول الحي الصناعي. الحي الصناعي الذي كان يعرف يعني تمليح سمك او ترقيد وكذلك يعني معروف سمك التونه. إذن حل الوفد الوزاري الذي ترأسه وزير الثقافة من المرتقب أن يتم عرض يعني من خلال قاعة في قاعة الندوات يتم تقديم عرض حول افتتاح موقع الأثري لكسوس. زيارة لي قاعة الندوات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
حضرة السيد وزير الثقافة والاتصال الدكتور محمد الأعرج، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش، السيد رئيس المجلس الإقليمي لإقليم العرائش، السيد رئيس المجلس البلدي للعرائش، السادة برلمانيين الإقليم والجهة، السادة والسيدات رؤساء المصالح الخارجية، السادة والسيدات رجال الإعلام والاتصال، حضرات السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، زملائي موظفي قطاع وزارة الثقافة. اليوم السبت 20 أبريل 2019، يشرفنا بحضور السيد وزير الثقافة والاتصال أن نعطي الانطلاقة الرسمية لافتتاح الموقع الأثري لمدينة الكسوس التاريخية. هذه المدينة التي يمتد تاريخها في عمق التاريخ منذ فترات قديمة جدا من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى اليوم. الآن في هذه المرحلة وبإشراف من السيد وزير الثقافة أعطيت عملية تهيئة شاملة وأيضا عملية إبراز وتتمين هذا الموروث الثقافي المتميز على صعيد إقليم العرائش. الآن سوف نترككم مع شريط قصير حوالي 3 دقائق تطلعون من خلاله على المؤهلات التراثية والسياحية لهذه المدينة الأثرية العريقة. بعد ذلك سوف يكون لدينا لقاء مع كلمة رسمية الافتتاح للسيد الوزير، السيد وزير الثقافة والاتصال. إذا الآن مع الشريط. ترجع أصول الكسوس إلى نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد، تاريخ الاستقرار الفينيقي بها وبناء معبد إلههم ميلقارد، حيث كانت تغطي مساحة تقدر ب 14 هكتار. تطورت مدينة الكسوس من مجرد مركز تجاري على ضفة واد لوكوس إلى مدينة قائمة بذاتها. هذا التطور لم يكن ناتجا فقط عن تصدير المنتوجات المحلية أو إعادة تسويق المواد المستوردة، بل لأنها تمكنت من احتكار تجارة المنطقة بأكملها، ما جعل سكانها يعيشون في رفاهية تجلت بالأساس في استعمال مواد ومشغولات من الطراز الرفيع مستوردة من شرق المتوسط مثل فينيقيا واليونان وقبرص. في الفترة المورية والتي تمتد من أواخر القرن السادس قبل الميلاد إلى سنة 40 ميلادية، تؤكد المعطيات الأركيولوجية انتعاش المدينة وربطها علاقات تجارية مع القرطاجيين ومع مناطق بشرق المتوسط فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد والأربعين ميلادية، على غرار باقي موريتانيا الغربية شمال المغرب حاليا. خلال هذه المرحلة عرفت الكسوس تطورا عمرانيا تحت حكم الملوك الموريين من خلال بناء المنازل ذات الصحن الداخلي والأزقة المبلطة بالحجارة المنجورة، بالإضافة إلى البنايات العمومية والأسوار الدفاعية. خلال الفترة الرومانية عرفت المدينة أوج اتساعها، محاكية بذلك أهم مدن الإمبراطورية الرومانية، حيث شيدت بها العديد من البنايات العمومية من حمامات ومعابد ومحكمة ومسرح دائري وأسوار دفاعية وحي صناعي مختص في تمليح السمك، بالإضافة إلى منازل فخمة مزينة بالفسيفساء والرخام والتماثيل واللوحات الفنية الحائطية المصبوغة. وعقب أزمة عامة شهدتها الإمبراطورية وكبها التخلي عن جنوب ولاية موريتانيا الطنجية، بقيت الكسوس تحت حكم الرومان، إلا أنها عرفت انكماشا اقتصاديا صاحبه تقلص لعدد سكانها، ما دفع لبناء سور جديد بعد هجر أحياء مهمة منها. منذ نهاية القرن الثالث الميلادي دخلت الكسوس فيما يسمى بالقرون المظلمة ما بين القرنين الرابع والثامن الميلاديين. المعلومات المتوفرة تؤكد استمرار المجمع الصناعي في الاشتغال إلى حدود أوائل القرن الخامس الميلادي، كما استقر بالمدينة مسيحيون قبل دخول المسلمين إليها، وبقي الاستقرار بالمدينة التي أصبحت تحمل اسم شميس إلى حدود القرن الرابع عشر ميلادي، حيث عرفت في إحدى فتراتها استقرار أمير إدريسي بها، وقد كانت عامرة ومحاطة بأسوار حسب رواية أبو عبيد الله البكري. على المستوى الأركيولوجي تم الكشف بالكسوس عن منزل ومسجد، علاوة على كمية معتبرة من اللقى الأثرية التي تعود إلى الفترة الإسلامية وخاصة الموحدية والمرينية.
نلتقي بكم مجددا في هذا الجمع الكريم، ونحن نعطي الانطلاق لافتتاح محافظة موقع لوكسوس الأثري الذي يحتل مكانة متميزة في مشهد المغرب القديم لكونه عرق الحواضر بالمملكة وأحد أقدم وأنشط المراكز الحضارية في زمانه على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك يجسد نموذجا حيا لعراقة تراثنا وأصالتنا حضرة السيدات والسادة. إن هذا الموقع الذي يحمل كل مكونات ومؤهلات التراث العالمي يضعنا أمام مسؤولية وطنية جسيمة تستدعي إحكام المقاربة لحفظه على أصالته للأجيال القادمة ورد الاعتبار له والتعريف به تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالموروث الثقافي وبالتراث الحضاري للمملكة. من هذا المنطلق فإني أعتبر افتتاح هذا الموقع بتهيئة جديدة ومندمجة يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المواقع الأركيولوجية، مرحلة ارتأيناها بعد سنتين من التشخيص والمعاينة الميدانية لواقع المواقع الأثرية التابعة لقطاع الثقافة، والتي تبين لنا من خلالها أن مجهودات الحفظ لضرورة الصيانة واحترام الماضي فقط دون الحرص على ربطها بمنافع يستفيد منها المجتمع والاقتصاد المحلي والوطني أصبح أمرا متجاوزا. لن يفضي في النهاية سوى لفوائد محدودة قياسا بالمال والجهد المستثمرين، وفي هذا السياق لا بد أن أستحضر مقتطف من رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة للمشاركين في الدورة 23 للتراث للجنة التراث العالمي بمراكش في 26 نوفمبر سنة 1919، حيث أكد جلالة الملك أنه لا بد أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية قوامها إدماج التراث في مشاريع التنمية وليس فقط تنحيطه في إطار رؤية تقديسية للماضي. انتهى كلام جلالة الملك، وهو إعلان سبق بسنوات عدة إقدام ضمت الأمم المتحدة على إدراج الثقافة ضمن أهداف التنمية لأول مرة في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة في شتنبر 2015، والذي وصفته اليونسكو آنذاك بالاعتراف الغير المسبوق بعد سنوات من الاقتصار على الركائز الكلاسيكية للتنمية المستدامة وقتها، وهي الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لقد أكدت التجارب الرائدة في العديد من الدول أن حماية التراث الثقافي من جهة وتوظيفه للمساهمة المباشرة في تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة في نفس الوقت غاية ووسيلة، فالتراث الثقافي عامة يشكل موريد غير متجدد يجب حمايته وإدارته بكل عناية من خلال وضعه في مكان الصحيح بوصفه أولوية في برامج العمل التنموي. فنجاح أي تدخل في مجال الحفظ يجب أن يتجاوز الحل التقني لإطالة عمر الشواهد والبقايا الأثرية، ليأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى تعزيز وتثمين معنى الموقع. ولبلوغ هذه الغاية نحن مقبلون على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لقطاع الثقافة. نسعى من خلاله إدراج مهام جديدة لمديرية التراث الثقافي ومصالحه الخارجية ليواكب تحديث وتحيين منظومة تشريعية الخاصة بالتراث، ولربط القول بالفعل أخبركم بأن قطاع الثقافة بصدد التحضير لإجراء استشارة وطنية حول التراث الثقافي والتنمية على منوال الاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية سنة 2014، وذلك لتجميع وتحليل التصورات مركزيا وجهويا ومحليا. يساهم فيه كل الفاعلين
الذين لهم صلة بالتراث الثقافي من إدارات عمومية وجماعات ترابية وجامعات ومراكز البحث العلمي وفعالية المجتمع المدني. في ختام هذه الكلمة لا بد لي أن أعبر لكم عن تقديري العالي للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحفل الكريم من قبل السلطات المحلية ممثلة في السيد عامل الإقليم والسيد رئيس مجلس المدينة والسيد رئيس مجلس إقليمي، كما لا يفوتني أن أنوه بفريق عمل مديرية التراث وكل قطاع الثقافة الذين شاركوا في التحضيرات لتأهيل الموقع بحلته الجديدة في زمن جيد وجيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بجولة في الأروقة، القاعات التي أعدت من أجل التعريف بالموقع، خاصة القاعة الأولى للتعريف بالمراحل البحوث التاريخية، وكذلك الزيارات التي قامت بها أهم الشخصيات المشهورة في هذا الموقع، مؤرخين ومن باحثين ومن دبلوماسيين إلى آخره. يعني قامت بها موقع يعني عرف عدة بحوث يعني هامة تاريخية، بالإضافة إلى القاعة التي تحتوي على المراحل والحقب التاريخية التي تعاقبت على هذا الموقع، وهي الحقبة الفينيقية، الحقبة الرومانية، الحقبة الإسلامية، الحقبة يعني الآن هذه القاعة الأولى. القاعة الأولى هي التي تحتوي على البحوث التاريخية التي أنجزت حول الموقع الأثري لكسوس، قام بها عدة مؤرخين وباحثين وكذلك مشاهير يعني وكرجال يعني سواء دبلوماسيين أو Je suis parti pour moi, je suis parti pour moi, je suis parti pour moi.
رومانية الحقبة حتى عندك حتى عندك
عندك القهوة؟ هذه كتبين الحفريات التي تمت بموقع الحفريات الأخيرة. اكتشفت بعض الوقع الأثرية. Thank you.
دابا حنا بالنسبه للماده الاوليه هي هذه الرخام، تندوزو للمرحله الثانيه الرسم، من بعد الفوتو، من بعد تنديرو الفيساج ديال الايسي لي ريميز ديال الايسي، من بعد تنديرو لوحه اساس هذه لوحه. دابا هذه انتم صورتوها وهذه هي هذه تقريبا الا شفناها هذه راه هي عاد نحاولوا نديروا لها المشاكل ديالها. وبالنسبه لنا الهدف من هذا الورشه تتبع المديريه الثقافه تابع الوزاره في الثقافه المديريه المحافظه خاصك تبقى تقول الوزاره. مرحبا السيد الوزير، كان في سنه 2018 كانت واحد الورشه وفي 2019 كنتم درتوا معرض وطني حول هذا الشيء. هذا مازال ولكن اللي داروا هو الورشات اللي تيكون المعرض الجهوي كتاب مثلا في سيدي قاسم. هذه كانت في سيدي سليمان، هذه في سيدي قاسم السيد المدير التراث. أطفال وشاركنا في تونس في الجزائر وكنا بنتكلاسون من الثلاثة الأولين في هذا الصعيد العالمي والحمد لله عندنا خبرة بالنسبة للمدرب ما عندناش مشكل نصايبوا أي طالب ونجسوه وهذا كذلك هادو راه نماذج اللي شفتي دابا، هادو راه نماذج ديال الوليدات المتفوقين، هما اللي غادي نعطيو الجواب، هما المتفوقين كنا كنجمعوهم يعني دابا اكثر من 10 سنوات نحاولوا نجمعوهم باش نديروا بهم معرض على الصعيد المغربي. دابا غادي نبداو الاسبوع المقبل نطلقوا المسابقه ما بين التلاميذ واش نتوجهوهم في المعرض الوطني. Thank you.
نواصل عرض هو زيارة مرافق ديال المتحف أو عفوا محافظة الكسوس على ثم زيارة مرافق يعني المكاتب وإدارة الكسوس. هكذا تنتهي زيارة وزير الثقافة لموقع الكسوس في يوم تدشين الرسمي لموقع الكسوس. إذن السيد الوزير قام في البداية بجولة في مجموعة من القاعات يعني التي تم فيها عرض مجموعة من اللوحات تجسد يعني تاريخ الكسوس، البحوث التي أنجزت، وكذلك المراحل التاريخية التي عرف هذا الموقع، المرحلة الرومانية، المرحلة الفينيقية، المرحلة الإسلامية، وكذلك حتى المرحلة الموريتانية. من خلال يعني السيد وزير الثقافة أكد في البداية على يعني أهمية يعني هذا الافتتاح، هذا ما يمكنه أن يجسده من يعني علاقة ديال التنمية يعني بالتراث، يعني من خلال تثمين هذا الموقع وجعله يعني مدر يعني للدخل بالنسبة للفئات يعني تحتاج إلى استثمار يعني الطاقات والإمكانيات المتوفرة. إذا سنعود في فرصة في رسالة قادمة من أجل يعني إعداد تقرير وافي حول هذه الزيارة الهامة التي فعلا كانت عميقة يعني الديالات، تم فيها اللقاء بالمسؤولين. الآن زيارة السيد الوزير وحفل شاي على شرف السيد الوزير مع مختلف الشخصيات والوفود الحاضرة. غادي نخليكم إذن تجري رسالة صوتية أخرى وإلى اللقاء، يعني يمكن نقوم بحوارات مع بعض الشخصيات الحاضرة.